شو بدي أسمي هذا الفيديو؟ والله العظيم مش عارف شو بدي أسميه. بنت بتبيع الريح تاعها، يعني ما بينفع. طب ما بننفع هيك ندخل بالموضوع يعني من الآخر، نعطيكم الكلمة يعني من الآخر؟ لا ما بينفع. كمان ممكن في ناس قاعدة بتحضر هلا يعني بالتلفزيون مع أهلها. بدي أشرح لكم البنت شو بتعمل، طيب، وبعدين بقرر أنا شو بدي أسمي هذا الفيديو. في بنت قاعدة بتبيع الريح تاعها، مش الريح تاعها يعني اللي هي هيك ريح، فاهمين كيف؟ مش هوا، مش الريح تاعها انه ريحة الهذا، لا، الريح تاعها قاعدة بتبيعه، وجمعت 60,000 دولار من هاي الغازات تاعت بطنها. أيوة هاي هي الكلمة، غازات بطنها، غازات البطن، هاي هي الكلمة اللي لازم أنا أستخدمها. بأمريكا هناك في ناس، مو بس بأمريكا، كمان يعني بأوروبا، يلي هم متعطشين للأنثى بأي طريقة، مع أنه هناك عندهم مليان هدول الإناث اللي متشلحين وهيك، يعني اللي متشلحين على الآخر، بس هم هيك سبحان الله، يعني في ناس زي هيك خلاص هيك بأي طريقة بتعطشوا للأنثى. أي إشي الوحدة اللي بيحبها بتبيعه بيشتري. يعني مثلا قبل مرة في وحدة باعت المي تاعت الحمام تاعها، حرفياً قعدت ببانيو، شغلت المي، نقعت حالها بهذا البانيو، وبعدين عبتهم بجارز هيك وراحت باعتهم بالموقع هذا اللي بتبيع فيه كمان أشياء تانية. هناك البنات بيبيعوا كل إشي، يعني عادي كمان تبيعك صورة رجلها، ما بمزح معاكم، والله في ناس بيشتروا صور رجلين هيك خلص. في مرض عندهم بحس، يعني في ناس موجودة بالغرب بيحكوا إنه العرب متعطشين للنساء كتير لأنه ما بيشوفوا عندهم نساء، النساء بيكونوا مثلا متحجبات ولا منقبات، فعشان هيك كتير بيكونوا متعطشين العرب. لا يا أخي، أنتوا المتعطشين يا أخي، شو هذا؟ بتشتروا غازات بطن؟ يعني مو لهالدرجة يا أخي للتعطش، غازات بطن؟ شو بدك تعمل فيه بس تشتري؟ أنا بنفسي أعرف الناس اللي اشترته شو بدهم يعملوا فيه لهذا المنتج؟ بتبيع غازات بطنة أو ريحة، فهمتوا علي، مقابل 1,000 دولار. هاي التيك توك المشهورة شتيفاني ماتو عم يحكي عنها كل الإعلام هلأ، لأنها قدرت تبيع ريحة وتستفيد منها وتعبيها بعلب تبيعها على التيك توك مقابل 1,000 دولار. والغريب والصادم بالموضوع إنها جمعت 60,000 دولار خلال أسبوع واحد بس، وأغلب اللي اشتروا هاي الريحة هن من الرجال. الخبر مو مزحة يا جماعة، موجود على الإنترنت وفيكن تروحوا تقرأوا بنفسكن عنه. حتى إنه المصدر ذكر إنه شتيفاني عجبها الموضوع فصارت تعتمد على نظام أكل بيض وفول لحتى تتكون هاي الغازات ببطنها وتقدر تبيعها. أنا بنفسي عن جد أعرف، طب شو بدك تعمل فيها أنت لما تشتري هاي الشغلة؟ أول إشي أنت عم تدفع 1,000 دولار على جار فاضي فيه هوا، يعني شو أنت مش شايف إشي؟ مش إشي ملموس، هذا إشي مشموم ممكن. طب هل اللي بده يشتري هذا الإشي بده يشمه يعني، ولا بده يخليه هيك يحتفظ فيه، يحطه عنده زي كأنه درع مثلاً اليوتيوب؟ شو بدك تعمل فيه بالضبط؟ ليش اشتريته لهاي الدرجة؟ أنت يعني بتحب هاي الأنثى إنك تروح تدفع لها 1,000 دولار وتبيعك هي غازات بطنها؟ يعني هيك انت يعني ما رح تتقرب من الانثى. ممكن بيفكروا هدول اللي عم يشتروا هاي الاشياء انه انا بس اشتري هاي البنت ممكن تعطيني فرصه بعدين انه احبها. مستحيل تعطيك فرصه البنت هاي لو هي قاعده بتبيعك وانت قاعده بتشتري. بس جمعت 60,000 دولار. 60,000 دولار يعني كم واحد اشترى من عندها؟ 60 رجل يا اخي. لو واحد انا حنصدم، بس 60 يعني هون صدمه جدا كبيره انه في 60 دفع 1,000 دولار، مبلغ يعني كبير مش مبلغ بسيط، ومعناه هذا انه معاه فلوس هذا، يعني مش انه واحد غبي، مش واحد هيك انه مغفل ما بيعرف يطلع فلوس ولا هيك بالشارع، لا، واحد بيطلع فلوس وبيطلع فلوس مرتبة، عشان هيك حط هاي ال1,000 دولار يعني لهاي الشغلة، لانه مش فارقة معاه ال1,000 دولار. ممكن في منهم مجمعين هذا المبلغ، بس انك تجمع، تخيل انت تجمع مثلا 1,000 دولار واخر اشي تصرفها على غازات بطن، إشي مش منطقي أبداً. بس خلينا نكمل الفيديو نشوف شو بده يحكي كمان. ولكن اليوم حست بنغزة بصدرها وأخذوها أسعاف على المستشفى، وقال للدكتور السبب هو نظام الأكل تبعه اللي عم تتبعه حالياً مشان تقدر تطلع غازات وتبيعهم على الإنترنت. فشو رأيكم بهالشركة وبهالتجارة الرابحة اللي ما بدها رأس مال أبداً؟ بعت الفيديو لصديقك الصارعك بالمشاريع وقل له يا هيك المشاريع يا بلا. يعني كمان قاعدة بتواجه مشاكل صحية بسبب هذا الإشي، لأنه قاعدة بتاكل أكل يخليها تفرق
تفرز هذا الريح، تفرز هاي الغازات. هو ناس اللي بتدعم بالبثوث أنا من دون إشي بشوفهم يعني إشي غبي، هذا بالذات اللي بيدعموا بنت ومتوقعين إنه هاي البنت تعطيه وجه. في ناس بيدعموا كمحبة، هدول ما بدي أصنفهم من هاي الناس، بس في ناس بتدعم بنات بالتيك توك فقط لسبب واحد، يلي هو بيكون حاطط أمل إنه البنت هاي ممكن بيوم من الأيام تعطيني وجه، ممكن إحنا أنا وياها نرتبط مع بعض. بس مستحيل يصير هذا الإشي إلا يعني إذا كانت البنت حرفيا هيك رخيصة لهي الدرجة، إنه مثلا أنت ترمي لها مثلا أسد، هذا يكون مهرها، خلاص تروح تتعرف عليك تصير تطلع معاك. ما بعرف يا أخي، أنتوا شو رأيكم بهذا الموضوع؟ شو رأيكم بهذا الإشي؟ طبعا يعني هذا الإشي جدا غريب، أغرب بكتير من الناس هدول اللي بيدفعوا فلوس لبنات بالتيك توك وهم حاطين أمل إنه البنت هاي ممكن تعطي وجه. خلينا هلأ نروح نشوف المنشنات. أنا من زمان حرفيا ما شفت المنشنات، وأنتوا قاعدين بتطلبوا مني بالتعليقات، خلينا نشوف المنشنات بالتيك توك. انت قاعد بتلعب بهاي اللعبة ولهاي الدرجة متحمس؟ بتلعب بهاي اللعبة وقاعد بتعمل هاي الحركة، هاي الحركة شو معناها؟ انه هيك راح ترميه اسرع؟ بلبل، هاي لعبة البلبل يا اخي. لما انا كان عمري 7 سنوات واشتريت واحد ما عملت هاي الحركة، والمشكلة كمان قاعد بيطلع ساوند افكتات، فاهمين كيف؟ زي الرسوم. ليت ات ريب. الله يعينك يا سباستيان، هذا هو اللي بيشتري الاضراط، هذا هو هذا اللي بيجمع فلوس عشان يروح يشتري غازات البطن من هديك. تحدي اليوم دونت، وتتوقع بقد ايش اقدر اخلص دزن دونت مشكل؟ يلا اكتبوا لي في التعليقات. لحظة قبل ما تبلش، قبل ما تبدأ، انا ما اتوقع تخلصه كله، ما اتوقع، لانه انا الصراحة ما بقدر اخلصه كله. انا بالنسبة لي ممكن اكل 4 حبات، إن كترت 5 يعني هيك بكون خلص أنا مش قادر. بس خلينا نشوف الفيديو، نشوف هل حتقدر تكمل كل هذا ولا لا. هذه إيش؟ تشيز كيك؟ دقيقتان و26 ثانية. ولا تنسوا تتابعوني وتحطوا لايك للمقطع، ورح استنى تكتبوا لي التحديات الجاية ايش هتكون. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ما بدي احسد البنت يا اخي، احكوا ما شاء الله، بلاش ما بكره نلاقيها ما عارفه تاكل. كل هاي البنت، المشكله انه البنات انتو بتعرفوا قطعتهم بتكون صغيره، فما بيقدروا يبلعوا كل هاي الكميه، وهي مبين عليها انه مش كتير سمينه، انه نحيفه، فكيف قدرت تسوي هذا الاشي؟ ما شاء الله، يعني عن جد هاي موهبه تعتبر. في كتير شباب بيعملوا هذا المحتوى باليوتيوب، ان كانوا اجانب، سحس مثلا واحد من العرب اللي هو بيعمل هذا المحتوى انه ياكل كميات جدا كبيره، بس بنت هاي اول مره بشوفها، فاشي حلو انه بنت وعربيه يلي عم تعمل هذا محتوى. بنات أجانب صراحة ما شفت، بس شباب أجانب مليان. مراد أنا بحبك لك، وأنا بعشق عشق مش طبيعي، أنا بحبك كثير. أوكي أحكي لك شغلة. أوكي أعطيني رقم أبوك أو رقم أمك أو رقم أخوك أو أبوك أو حدا من عائلتك عشان أكثر تواصل معه، أطلبك منه. أو أنت حاب نطلع أنا وياك طلعة بتجنن، طلعة حلوة، طلعة أنا وياك نقعد فيها، نقعد على مكان حلو، بتشوفيني بشوفك، بدوز من أول نظرة هيك
بنحب بعضنا بزيادة يعني بنكون هيك غراميين رومانسيين والله عن جد. أيوة أضحكي تخيل الضحكة محلاها عن جد أحبك. يلي ما بيعرف مين أبو مراد، أبو مراد أنا من زمان ما سويت عليه ردة فعل، بس أبو مراد المحتوى تاعه هيك من زمان بيدور على وحدة يخطبها، على وحدة يتزوجها، بس للأسف لهلأ ما لاقى أي حدا، بس لسه بيحاول. أي أنثى بتكتب له كومنت إن كان سلبي أو إيجابي بيرد عليها بهذا الرد، إنه اسمعي شو رأيك نرتبط مع بعض، نرتبط بنظبط الوضع وأنا بتزوجك وبعيشك أحلى حياة، بس للأسف لهلأ ما لاقى حب حياته، لأنه أتوقع الطريق هذا غلط اللي ماخده. فاهم علي يا أبو مراد؟ الطريق هذا ما أتوقع يجيب لك البنت اللي أنت بدك تكمل معاها حياتك. الطريق هذا إنك ترد على التعليقات لأي وحدة قاعدة بتكتب لك هيك تعليق، ما أتوقع تلاقي في زوجتك اللي بدك تكمل معها أبو مراد. أنا بدي أدخل على الحساب تاعك يا أبو مراد لأنه أنا من زمان ما شفت فيديوهاتك وبدي أشوف شو قاعد بتنزل هاي الفترة. إحنا تأكدنا هلأ أنه المحتوى تاعك نفس ما هو ما تغير. أنا الصراحة كنت متشوق أني أشوف الفيديوهات تاعتك اليوم، بس بالمنشن هذا بيّن أنه أبو مراد لساتك نفس ما أنت. أنا شو بدي أعمل؟ وين بدي أروح؟ ما بدي قاعد أرهلها وأنا بدي قاعد هون مبسوط. أصحابي حكوا تعال عندي، لك أنا ليش أنا قاعد هيك ومتزايق وضبط حالي؟ والله ما بضبط حالي. يعني بدي أفكر كيف ترجع مرتي، أفكر كيف ترجعها، زعل مني زعل مش طبيعي. يلي ما بيعرف أبو مراد كمان بيعمل هيك محتوى اللي هو محتوى التمثيل، ما شاء الله عليه، يعني ممثل هوليوود المفروض يصير، كتير ممثلين قاعدين بيحاولوا يتواصلوا معاه لأبو مراد، بس للأسف أبو مراد يعني ما بيعرف يحكي إنجليزي منيح، فعشان هيك هو ما عرف يرد عليهم. أبو مراد أنا بالبداية شفت إشي ما رح أقدر أطنشه، أنت بتسشور شعرك أبو مراد؟ يعني الشباب اللي بيسشوروا شعرهم أنا مش عارف شو شعورك. هل معقول أنت تكون فاضي لهاي الدرجة أنك أنت تقعد وهيك قدام المراي وتسشور وتعمل بشعرك؟ يا أخي إحنا الشباب معروفين والبنات بيحسدونا دائما على شغلة أنه إحنا بنجهز بسرعة وما بتفرق معانا الشكل تاعنا ولا الشعر تاعنا. أنت بتروح يا أبو مراد بتقعد قدام المراي وبتقعد هيك تسشور تسشور تسشور. خلاص بس بكفي، هذا هو الفيديو اليوم. لو عندكم أي فيديوهات بتحبوني أسوي عليها ردة فعل منشنوني على تيك توك أو ابعتوا لي إياها بالإنستغرام ونشوفكم على خير. فأمان الله.